حسين، ايه اللقاء؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل على المنصف؟ والله يعني مش عارف، مش ممكن يعني، اول مره في حياتي اشوف كده. ايه اللي حصل اللقاء؟ عمري ما شفت ايه اللي حصل؟ الراجل ده جرى له ايه؟ مش ممكن. ايه اللي حصل؟ ده تعبان اسد الطبات. طب الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه، الله يسلم، الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه. انا اول ما عرفت جيت جري، قالوا لي في طياره بتترنح. بتترنح دي كلمه حلوه ولا وحشه؟ كنا في الملاهي. طب بصي، مش عايز اي حاجه منك خالص غير انك تسامحيني، وانا مش هعمل فيكي حاجه تاني زي ديت خالص. وعايز اقول لك على حاجه بامانه، مش انا بس اللي عامل المقلب، جوزك هو اللي عارف وهو اللي موصيني، وانا اسف. سوري. عم منصف عارف كده يا أوسة، كده يا أوسة. والله وانا بقول الرومانسية كلها، الرومانسية كلها. معلش عارف بجد والله. ايوه انا عارف، بس الموضوع صعب جدا. انا عارف انه صعب. خاص بجد. ربنا ياخدكم. اقعدي ارتاحي. بس في واحد، الراجل فين؟ انت فوقت خلاص؟ الحمد لله. حاجه تجنن وحاجه يعني. بص انتوا شرفتونا. اللي معاك ده بجد شرفتونا. لقاء تنورتيني النهارده. خلاص. يا لقاء ده لا. مش فيك، مش فيك. انا بروح انت خلاص هتمشي. لا لا لا، بس عايز اقول لك حلقه فظيعه بجد بجد. انت رهيبه، انت رهيبة والعلم قوية وحلوة يعني، ما تقلقيش. يا ماما يا جماعه ما يلا ربيض، يلا ربيض. معلش سامحيني، اتفقنا على مطبات، ما اتفقناش على رمي حاجات. معلش. انت بشع وترتني. كنت عايز اقول لك علي مضيف بجد وطلع. ايه بجد؟ كل اللي طلع مكروه بجد يعني. لا اله الا الله، انا بكرهك. واحنا انت غلبان بجد. بعدين دول اكتشاف. دول اكتشاف. بس ليه دول اكتشاف. انت موترني كابتن.